بسم الله. ركزوا ركزوا معايا معايا كده. كده. الليست اللي احنا اخدناها معتمدة اللي القيم هنجيبها لما نوصل نقطع الليست للنهاية، وبعد كده ناخدها واحنا راجعين بقى، نجمعها واحنا راجعين. بس الكلام دوت مش ماشي معانا احنا كبني ادمين، صح؟ حاسس اللي هو في حاجة مش مظبوطة. انا عندي اخدت في اللوب، كنا عندنا كاونتر بنزود عليه، بيبدأ بزيرو وكل لفة بنزود عليه ايه؟ واحد. عاوزين نعمل كده. طيب هنعمل كده ازاي؟ هنعمل ليست لينس اهي، وهي بتاخد ليست، والليست دي هنضطر نقسمها لاتش وتيل، تمام؟ والاتش والتيل ديت وهنرجع الايه؟ اللينس، هنخليها ال، نسميها ال، تبقى ديسكريبتيف شويه. تمام. يبقى هنرجع اللينس. حلو قوي. طيب معنى اللي احنا عاوزين نعمل الكاونتر بالطريقه ديت، اللينس بالطريقه ديت، يبقى عاوزين نكتب الجزء ده فين؟ في البدايه. تمام. يبقى هنعمل كده. ال ال از ال او او ال، هنسميها كده مؤقتا. هي غلط طبعا، بس زائد واحد. طيب الاو ال بكام دلوقتي؟ ما نعرفش بكام، صح؟ طب ينفع نعرف؟ برضه مش هينفع، لان لو حطينا بعد كده ليست لينس اللي هي اللي فوق دي بعديها، مين اللي بيتحقق فيهم الاول، دي ولا دي؟ احنا لازم نحقق دي الاول، مش هينفع اصلا نتحرك للناحيه دي الا لما دي تخلص. هو البروج بيمشي كده، فمش هينفع دي تتعمل بالطريقه دي خالص اصلا. بس ليها حل، اللي احنا بعت لها حاجه ثالثه. الحاجه الثالثه دي هنسميها الاكيوميليتر. الاكيوميليتر، والاكيوميليتر دوت هو بقى اللي هيزيد كل مره. اهو بقى الـ A new A is old A أو سوري الـ A plus 1، تمام؟ طيب يبقى الـ A دوت هنبعتها لها في البداية خالص، يبقى لازم اليوزر يبعته. يبقى هنعمل هنا list length. لما تيجي تعمل لي list length تطلب مني الـ length بتاع الـ list، لازم تعمل التالي، تبعت لي واحد واثنين الليست بتاعتك، وتبعت لي معاها زيرو عشان ابدا العد من عنده. ما لازم ابدا العد من عند حاجه، صح؟ تمام. وبعد كده الايه؟ اللينس. اللي هيحصل دلوقتي كالتالي، ليست لينس دي هيحصل لها مشي مع مين؟ مع 57، صح؟ هيحصل المشي هنا في الحاله ديت. الليست هتتعبى هنا، والايه هيبقى بزيرو، والال هتبقى بكام؟ لسه مش عارفين. والنيو ان في فاريبل جديد عملناه، هو عباره عن 0 زائد 1. ينفع تتحسب دي؟ 0 زائد 1 ب1، صح؟ يبقى نيو ان بايه؟ ب1. حلو قوي. ابعت بقى نيو ان عشان يرجع يزيد تاني، هيزيد مره كمان بعد كده بقى. نبعته هنا، يبقى نيو ان بقى هنا، ما بقاش ان، والان لسه مش عارفينها برضه. تمام؟ يبقى كل مره هنزود على الاكيوميليتور 1 ونقطع من الليست، ونزود على الاكيوميليتور 1 ونقطع من الليست، صح؟ امتى هنقف؟ لما الليست تخلص. يبقى لما الليست تخلص ليست لينس لما الليست تخلص يحصل ايه بقى؟ رجع الاكيوميليتور، ما تزودش عليه حاجه، صح؟ طب والال؟ والال في الحاله دي هو الاكيوميليتور، صح؟ ما في النهايه خالص الاي الاكيوميليتور يقعد يزيد 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 كل مره بواحد لغايه لما لسه فاضيه، ما فيش حاجه يزيدها تاني، يبقى هو دوت اللينس نفسه، صح؟ يبقى الال نفسه هيبقى هو الاي. عرفت عملت ايه وايه ليه؟
يبقى ال مش هتاخد قيمتها دلوقتي خالص. عملنا حاجه اسمها اكيوميليتور، هو هيقعد يزيد في البدايه كل مره بواحد، وفي النهايه خالص لما يخلص الليست هيتحط جوه الليست. تمام كده؟ تمام. يبقى هنقفل دي كده. كده ان شاء الله هتشتغل صح. نقول اف 9 كده. ايه؟ اف 9 نشوف كده. تمام ان ب 3. بس عاوزين نقول حاجه بقى، في حاجتين شكلهم بايخ. يعني ايه اليوزر يدخل لنا؟ انا بقى اليوزر عاوز يبعت لي لينس ليست ويرجع لي ايه؟ لينس. ايه يعني ايه اجبره يبعت لي زيرو دي؟ ده حتى يبقى انترفيس وحش جدا. يعني انت بروجرامر وقد الدنيا ومش عارف تعالج الحته دي؟ فاهمين الفكره؟ يعني ايه هو يبعت لي زيرو؟ ليه انا اجبره يكتب لي، هو عاوز يبعت لي لينس ليست ويرجع لي اللينس، ليه انا اجبره يكتب لي زيرو هنا؟ مش هينفع. شكلها باين. هي تنفع، هي ماشي، بس شكلها باين. طب تيجي نصلحها؟ نصلحها. هنغير، هنخلي الليست لينس دي عادي خالص. نبعت له ليست، ثواني، نبعت له ليست ويرجع لنا اللينس بتاعتها كده، عاديه خالص صح؟ ونضحك عليه. عندنا احنا بقى جوه البرنامج ونعمل لسته جديده اسمها ليست، رول جديد اسمه ليست لينس اك لاكستر اكيوميليتور. تمام. ودوت هياخد ال ال وزيرو ويرجع لنا ال ان صح؟ تمام كده. ونغير دول بدل ما هم اسمهم ليست لينس نخليهم ليست لينس ايه؟ اكيوميليتور. يبقى فهمت الحته السطر 56 اتكتب ليه؟ هي دي كل فايدته، اللي هو يحسن الانترفيس شويه. تمام؟ طيب نعمل سيف ونعمل اف 9 ونرن تاني ونشوف. شيل الزير، يا سلام عليكم لما تبقوا صاحيين. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه هنعمل اف 9 كده كل مره يطلع لها الورننج الرخم ده، عاوزين نخلص منه. نعمل ايه تفتكروا؟ طب انتوا ما لاحظتوش حاجه سواء في الليست لينس ديت او الليست لينس دي؟ ايه الحاجه اللي انتوا لاحظتوها؟ هي احنا بنعمل اي حاجه بالهيد؟ استخدمناه في اي حاجه؟ ده احنا بنقطعه بس. طب هو لازمته ايه؟ هو متضايق برضو الراجل، متضايق يعني انت قاطع لي الاتش وانا مش شايفه في اي حته ببقيه الرول، انت قطعته وخلاص ما استخدمتوش نهائي. عشان كده اداني الورننج دوت اللي هو بيقول لي ايه؟ سنجلتون فاريبلز. تمام؟ يعني وحيد كده ما بيعملش اي حاجه. تمام. نشيله ازاي تفتكروا؟ بس اندر سكوب، هو ملوش لازمه اصلا. تمام. ونعمل كومبايل تاني. الحمد لله الورننج راح. ونرن كده بقت زي الفل. طيب اللي كان عنده سؤال؟ فعلا ملهاش دعوه بيه. اللي هيحصل كالتالي، هناخد بقى مثال ابسط شويه من ده، هنخليها كده بس. تمام. وهنا في البدايه بتبقى زيرو تعالوا ننقل ده كله هنا. تمام. وتعالوا نمشي بالطريقه الجديده دي. هيحصل لها مشي مع مين؟ مع بي صح؟ واحد بي. حلو. طيب يبقى ليست لينس، انتوا عارفين طبعا ليه اكيوميليتور، فانا مش هكتبها، انتوا عارفين. ماشي. ليست الاول هنقول ال ان ايه از ايه زائد واحد، يعني ايه؟ زيرو زائد واحد. تمام ماشي. يبقى ديت ان ايه الزيرو زائد واحد.
و ليست رينج هنبعت لها مين بقى؟ 3. وديت هنسميها ايه دي؟ هنسمي ديت كول 2 ونبعت معاها مين كمان؟ 1 ونبعت معاها مين كمان؟ ال L. حلو. بعد كده ننده 2 هتمشي مع مين؟ دي يبقى لست لينك 3 و 1 و ماشي 1 و ال حلو قوي. ونقول النيو اي از 1 زائد 1 تمام. ده هيعمل لنا الكول الثالثه للسترينج ديت فاضيه وبعتين لها 2 وبعتين لها ال صح؟ تمام. دي هتمشي مع مين بقى؟ 3 هتمشي مع ايه؟ صح؟ تمام. لما تيجي تمشي مع ايه اللي هيحصل؟ الفاضي دوت مشهد مع الفاضي بيساويه صح. والايه دوت اصبح بكام؟ ب2. يبقى الايه قيمته بكام؟ يبقى الايه قيمته ب2. بقت الايه بتساوي 2. طب والايه دي؟ هي الايه دي هي الايه دي؟ يبقى ب2 برضه. يبقى صح حصل ماشي. يبقى ده هيرجع ترو وهيرجع الايه بمين بكام؟ ب2. ال ال ب2 هيرجع ال ال ب2. ما ديت هترجع لمين؟ للندهه. بقت ديت بكام؟ بقت دي ب2. ديت هترجع لدي وديت هترجع لدي هتبقى 2 برضو وديت هترجع لدي هتبقى ب2 وكده خلصت. فهمتوا الفكره؟ فهمتوها؟ طيب دوت بالنسبه للاكيوميليتور. يبقى احنا حلينا الطريقه احنا حلينا الحل دوت بطريقه بسيطه. مفروض اللي ديت اسهل من الثانيه لان دي منطق احنا فاهمينه. بنعمل اكيوميليتور وكل مره نزود عليه واحد. طب ايه رايكم بقى نستخدم الاكيوميليتور دوت في حل مشكله البارتس اوف بتاعت العجله؟ هناخد معانا طبق فاضي اللي هي الليست هيمثل الليست وكل ما تيجي حاجه نحطها في الطبق ده. يبقى من البدايه كده هنتفق البارتس اوف بدل ما هنسميها بارتس اوف او هنسيبها بارتس اوف زي ما هي لكن هنضطر نبعت الطبق الفاضي من البدايه صح؟ وعشان نعمل شكل حلو لليوزر انتوا فاهمين الحته دي بقى مش محتاجين اسيبها للاخر وبعد كده اشرحها. عشان نعمل شكل كويس لليوزر يبقى هنعمل حاجه ثانيه اسمها بارتس اوف اكيوميليتور. هنا المفروض دوت هنبعت له البارت الاكس ويرجع لنا مكوناته البي بتاعته تمام او البارتس بتاعته. بارتس اوف اكيوميليتور ديت هنبعت له الاكس بقى وهنبعت له طبق فاضي لسه فاضيه هنقعد نملاها واحنا ماشيين. ايه الفرق بينها وبين الثانيه بين البارتس اوف الثانيه؟ لا ما كنا بنستنى لغايه لما نقطع ونلم واحنا راجعين صح؟ دي هنعملها زي بتاعت الليست لينس بالظبط. الثانيه بتاعت الليست لينس كنا حاطين بدل الكوست الفاضي ده ايه؟ زيرو تمام؟ هنا هنحطها ايه؟ هنحطها لسه فاضيه. حطينا لسه فاضيه تمام؟ بعد ما حطينا لسه الفاضيه ديت هنرجع عاوزين البي ماشي. السطر ده كله ملوش اي قيمه غير منظر لليوزر. نيجي بقى نعمل الشغل الحقيقي. بارتس اوف اكيوميليتور دوت هياخد الليست بالشكل دوت عشان نقدر نقطعها تمام؟ بس احنا قلنا ايه قبل كده؟ ممكن الاتش دي تكون ايه؟ ممكن يكون بيزك بارت صح؟ يبقى ديت هنشيلها خالص ونقول له لو هي بيزك بارت لو هي بيزك بارت كده في هنا بيزك بارت رجع لنا
والبارك والبي هنا دي تاخد الـ A وهنا رجع لنا مين بقى؟ X ومين؟ وإيه؟ دي واضحة؟ بصوا عليها كده شوية. إحنا لو عندنا الـ X دي هي basic part، لو هي مجرد basic part تمام؟ يبقى حطها على الطبق الفاضي، حطها جوه الطبق الفاضي اللي هو الـ A تمام؟ الله أعلم هو دلوقتي فاضي، لكن بعد كده ممكن ما يكونش فاضي، فما ينفعش نكتب الفاضي هنا. إحنا اديناها له في البداية خالص اللي هي في أمر رقم كام؟ 62 تمام؟ إحنا دلوقتي هنزود الـ X على الطبق، الله أعلم بقى هو فاضي ولا لأ؟ دي فيها حاجة؟ دي مستوعبينها كويس؟ تمام. طيب نيجي بعد كده بقى للبارتس أوف، لو هي مش بيزك بارت، لو الاكس دي مش بيزك بارت نعمل ايه بقى؟ هنا يبقى في حاجه كمان اهي، تمام هنسيبها. لو هي مش بيزك بارت يبقى هي مين؟ اسمبلي صح؟ تمام. نعمل الاسمبلي، هي عباره بنبعت لها وهنرجع السب بارتس بتاعتها. حلو، يبقى assembly x و sub parts. بعد كده ال x ديت ال sub parts بتاعتها ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون ليها sub parts، بس احنا متاكدين ان ال sub parts نفسها عباره عن ايه؟ عن list صح؟ يبقى ال sub parts نفسها عباره عن list. يبقى في الحاله دي هنعمل بريديك الثالث او رول ثالث اسمه accumulator ايه؟ parts of accumulator list تمام؟ طيب ده هنبعت له ايه بقى؟ هنبعت له السب بارتس والاي تمام؟ وهنا التوتال في النهايه خالص. حلو. طيب بعد كده البارتس اوف اكيوميليتور ليست ده بقى، ده احنا متاكدين ان الاكس عباره عن ايه؟ عباره عن هيد وتيل، احنا متاكدين لان احنا قلنا السب بارتس ليست اللي جاي له هنا ايه؟ ليست دوت كان جاي له اكس، الله اعلم بقى الاكس دي ليست ولا ايتم عادي تمام؟ دي بقى احنا متاكدين ان دي ليست. في الحاله ديت برضه هنبعت معاها الاي وهنبعت معاها التوتال برضه هنا. التوتال ده اللي احنا عاوزين نعرف النهايه بتاعته ايه. وهنقول ممكن يكون الاتش دوت هو كمان متقسم لاجزاء، فهنضطر ننده له مين؟ بارتس اوف اكيوميليتور بس، ونبعته H و A و H bars. طب و T؟ ال T ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن list. هنندهها بمين بقى؟ bars of accumulator list. أهو bars of accumulator list. ونبعت لها T. وهنرجع في النهاية خالص التوتال. بس هنا بقى هنكتب ايه بقى؟ هي دي التركة بس في الموضوع كله، هنعتبر اللي هي دي التركة في الموضوع كله. هنكتب هنا ايه بقى؟ ها؟ طب اللي يقولها هياخد 5 جنيه. ده انت هتدفع 5 جنيه على دي. يعني ال 69 ما فيهوش ولا كلمة سب بارتس، هنبعت له سب بارتس ازاي؟ ده انا قربتها اهو، خلاص بدل انا قربتها هتضيع ال 5 جنيه. ايه؟ لا مش هنبعت الايه. برافو عليك، هنبعت الاتش بارتس.
ما هي ما فاضلش غير هنبعت الاتش بات تمام، وهي ديت الحته التركه بتاعت الموضوع. اللي حاصل دلوقتي اللي احنا هنا بعتنا له لسه فاضيه في البدايه خالص، بعد اللسه الفاضيه ديت هنشوف لو هي بيزك بارت هنحط الاكس على طول معاها. طب لو هي مش بيزك بارت هنشوفها لو هي نعمل لها اسمبلي، والبارتس اللي طلعت من الاسمبلي هنعتبرها ليست ونرجع نجيب لها السب بارتس بتاعتها، فهنعمل ليست جديده بالطريقه دي. تمام؟ طيب المفروض انتوا لما ديت التريس بتاعها بقى هيبقى طويل شويه لانها ثلاثه بريديكت، لو عملنا تريس ليها انا هزهق وانتوا هتزهقوا. ديت لازم تعمل لها تريس بايدك هتفهمها مليون في الميه هتفهمها. دوت مفيش معلومه يمين ولا معلومه شمال، انت عندك البرنامج وانت بتجربه بايدك. تمام؟ مش محتاج حد يساعدك فيها يعني. انت لما هتعملها هتفهمها ان شاء الله. ملحوظه بس عاوز انوه عنها على الناتج بتاع البرنامج دوت، عشان العيب اللي هيحصل ده هنصححه المره الجايه. تعالوا نشوف نجرب البرنامج اللي احنا عملناه ده. تمام؟ طلع ايه بقى؟ الناتج ايه؟ كل الاجزاء، بس تلاحظ كده الهاندلس، الهاندلس دي بتاعت ايه؟ بتاعت مين؟ الفرونت فريم. طب ترتيبها فين؟ في الاخر. فاكرين البارتس اوف الاولانيه؟ طلعت الحاجات مترتبه. بارتس اوف اللي هي بالاكيوميليتور طلعت الحاجات مش مترتبه. ودوت يعتبر مشكله المفروض اللي احنا هنحلها المره الجايه. نشوفكم بقى المره الجايه.